ونتحول الآن إلى مؤتمر صحفي لمجلس أمناء الحوار الوطني بعد انتهاء أعمال الجلسة الثانية. مساء الخير على حضراتكم جميعا، بنرحب بكم وأسفين على يعني تعطيلكم كل هذا الوقت. نظر الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني، الاجتماع استغرق قرابة أربع ساعات، أكثر من خمس ساعات تقريبا، وانتهى إلى نتائج متعددة. حاول أعرض ما انتهى إليه الاجتماع وبعدها أفتح الباب للأسئلة من حضراتكم. الاجتماع عقد بجدول أعمال من أربعة نقاط. النقطة الأولى استعراض رئيس الأمانة الفنية لما ورد إلى الأمانة من مقترحات وموضوعات للحوار الوطني وجهات التقدم بها. النقطة الثانية المناقشة النهائية من مادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، ما بين قوسين المادة المتعلقة باللجان الفرعية والنوعية. النقطة الثالثة مناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، والنقطة الأخيرة ما يستجد من أعمال. ناقشنا الحقيقة بشكل مكثف والحقيقة شديد المسؤولية وبناء للغاية من كافة الزميلات والزملاء لكل ما ورد في جدول الأعمال، وانتهينا إلى بعض النتائج المهم أن حضراتكم تبقوا على اطلاع بها عليها. النتيجة الأولى أو التوصية الأولى كانت لمجلس الأمناء أنه بعد أنه ما استعرض الإجراءات والقرارات الجمهورية اللي صدرت سواء بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار يوم 26 إبريل الماضي أو قبلها قرارات بالعفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا بعينها، فاللجنة ثمنت هذه الإجراءات وناشدت وتأمل أن يستكمل السيد رئيس الجمهورية قراراته بالعفو الرئاسي عمن لم يقترف دما ولم يشارك ولم يحرض ولم يخرب، وده يعني كان بإجماع آراء أعضاء المجلس الأمناء. النقطة الثانية وده أيضا يعني أخذت وقتا طويلا في النقاش، المادة 18 وحضراتكم عارفين المادة دي زي ما قلنا عليها من شوية هي المادة اللي بتحدد اللجان النوعية واللجان الفرعية. انتهينا بشكل واضح فيما يخص هذه المادة. استقر رأي مجلس الأمناء وبالإجماع أيضا على أن تظل المحاور الثلاثة، المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي، هي المحاور التي سيجري النقاش حولها وسيجري أيضا تقسيم اللجان الفرعية التي ستمارس أعمالها في ظل هذه العناوين الثلاثة. وبناء عليه اللجنة استعرضت أو بعد ما شاف المجلس الأمناء بعد ما استعرض العرض اللي عمله المستشار محمود فوزي لعدد القضايا وعدد المتقدمين بها ونوعيتهم ونوعية الآراء، المجلس الأمناء انتهى أنه في المادة 18 بدأ بمناقشة فقط المحور السياسي اليوم. المحور السياسي استغرق وقت طويل من التبادل وجهات النظر، ولا أقول الخلاف، لم يكن هناك اختلاف كبير، كان هناك تباين في وجهات النظر من هنا وهناك، لكن المحور السياسي حظي بالمناقشة الرئيسية اليوم. واقترح مجلس الأمناء وقرر في هذا الإطار أنه هناك ثلاثة قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجري التعامل معها من خلال لجان فرعية. القضية الأولى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية. القضية الثانية المحليات. القضية الثالثة حقوق الإنسان والحريات العامة. وفي هذا السياق استعرض أيضا مجلس الأمناء أن هناك بعض من التشريعات في القضايا دي كلها قد يستلزم أثناء الحوار في اللجان الفرعية أن يتم تعديلها أو إضافتها، لأنه مثلا المحليات لا يوجد قانون لانتخابات المحليات حتى الآن ولا يوجد قانون لها أصلا، وأنه فيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة أنه لدينا وثيقتين في مصر سيتم البناء عليهما. وثيقة الأولى هي رؤية مصر 2030 واللي هي الآن أيضا في ظل المتغيرات الجديدة في العالم
قد تكون تحتاج إلى إضافات لكنها تمثل خطوط رئيسية مهمة في هذا الملف. والوثيقة الثانية هي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإن هاتان الوثيقتان سيؤخذ فيهما أو منهما ما يدعم القضايا اللي هتطرح في هذه اللجان. وإنه محور السياسي كما قلت هو الآن بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز، يبقى تشكيل لجانه ومقرره والبدء في تحديد جلساته، وده هيبقى منوط بمجلس الأمناء في اجتماعه القادم. مجلس الأمناء زي ما قلت لحضراتكم لم ينهي مناقشة المادة 18، لأن المادة 18 بتتضمن إعادة تشكيل تشكيل لجان فرعية ونوعية إذا ما استدعى الأمر، وتتضمن قواعد العمل داخل هذه اللجان والمشاركة فيها، يعني مين هيشارك، عدد اللي هيشاركوا، مدة الانعقاد، فترة الانعقاد، كل هذه الأمور لم تناقش اليوم. لكن الحرص التام من مجلس الأمناء في كل أعماله على أمرين: أننا شركاء لا خصوم، وأنه التكافؤ والتوافق بيننا ومعنا هو أساس كل عمل لنا. وبالتالي هذه قواعد جرت في الاجتماع الأول وجرت في الاجتماع الثاني، وستكون هي هادية لنا في ما يتعلق بالأعمال القادمة. المجلس الأمناء لم يتوقف هنا، لكنه أيضا شكل لجنتين من 4 أعضاء لكل لجنة، على أن يقوم الزميلات والزملاء أعضاء كل لجنة بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعي على حدة والاقتصادي على حدة، إيه القضايا الفرعية اللي هنناقشها في هذين المحورين. اللجنة الأولى، لجنة الاقتصادية، تشكلت من الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، الأستاذ الدكتور طلعت عبد القوي، الدكتور محمد فايز فرحات، النائبة أميرة صابر. هذه اللجنة هي لجنة اقتصادية هتقدم للمجلس الأولى في اجتماعه القادم ما لديها من اقتراحات حول القضايا الفرعية اللي هنناقشها في المحور الاقتصادي. اللجنة الثانية وهي لجنة مجتمعية في المحور الاجتماعي، بتتشكل من الدكتورة فاطمة خفاجي، الأستاذ كمال زايد، الأستاذ جمال الكشكي، الدكتورة ريهام باهي. اللجنتين دول زي ما بقول لحضراتكم هيقدموا للمجلس اقتراحات تفصيلية، عشان احنا اكتشفنا النهارده انه ما دام ما كانش عندنا او بسبب عدم وجود اقتراحات تفصيلية استغرقنا بعض من الوقت. فاللجنتين من اعضاء المجلس هيقدموا هذه الاقتراحات. المجلس هيعاود الانعقاد في فترة لا تزيد عن نهاية هذا الشهر، واحنا لم نحدد موعدا الان، لاننا عايزين نترك للزملاء في اللجان الفرعية ومن يرغب من الزملاء أعضاء مجلس الأمناء أن يمدهم بالمعلومات، عشان الجلسة القادمة إن شاء الله هيتم فيها تحديد اللجان الفرعية اقتصادية ومجتمعية، وسيتم أيضا تحديد أعضاء ومواعيد انعقاد اللجان السياسية الثلاثة، سواء لجنة الحقوق والحريات العامة أو لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية أو لجنة المحليات. هذه هي خلاصة ما جرى اليوم، وأنا بترك حضراتكم مع الأسئلة، وأتمنى أن احنا يعني إيه نوفي ببعضها بس ما براحتكم. تفضل أستاذ محمد صلاح ظهر. مساء الخير جميعا. محمد صلاح زهر، سكاي نيوز عربيه. دكتور ضياء، يعني في نقاط سريعه كده نريد استوضاحها. سياده الرئيس في دعوته لاجراء الحوار الوطني في افطار العائله المصريه راهن او ربط بين مبادرته للحوار الوطني بتوسيع هامش الممارسه السياسيه. نريد ان نستوضح، هل توسيع هامش الممارسه السياسيه سوف ينتظر لحين انتهاء كل المناقشات داخل مجلس الحوار، حين وعندها يتم وضع قرارات او اجراءات لتوسيع هامش الممارسه، ام ان هناك اجراءات ربما تجري على الارض من الان لتوسيع هامش الممارسه؟ 2، لجنه زي ايه الرئيسيه زي يعني النهارده انا بتخيل انه لو في مجال الى انه الاعلام في هذه المرحله يبقى عنده قدره يستوعب كل الاراء، يبقى في الاراء التي تدعم النظام، الاراء التي تعارض النظام، لابد ان يكون هناك حوار مجتمعي على شاشه التلفزيون فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الناس. ربما انا ارى ان العاصمه الاداريه عبء على الدوله، لابد ان يرى او يرد علي من يرى انها لها عمق استراتيجي من جانب الدوله او الى اخره.
الامر الثاني لجنه العفو الرئاسي، هناك من يرى ان 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 هناك ربما تاخر في الاستيفاء او في الاستجابه لعمليات الافراج، من لم يثبت كما اشرت حضرتك بانهم تورطوا في دم او ما الى ذلك، لماذا التاخير كل هذا الوقت؟ الامر الثاني ربما يرى بعض المتابعين ان النيابه العامه عندما تجزئ الافراجات عن المحبوسين احتياطيا ربما يكون هذا امر محل ماخذ او مؤاخذه من جانب النيابه العامه التي يرى البعض انها بهذه الطريقه. عفوا 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 هذه الجمله هتحذف، لا يوجد مآخذ للسلطه القضائيه، لا يوجد، حضرتك له تسلك مسلكا قضائيا مش في مؤتمر صحفي، في طرق في طرق للكلام حول الجهات القضائيه في التفتيشات القضائيه. انا لا، لكن معلش مآخذ هذه كلمه يعني تحمل، ارجو ان احنا يعني انا ابرأ منها وانت تبرأ قبل يا استاذ محمد، لان تبعات قانونيه، تبعات قانونيه النيابه العامه لطيفه جدا. النيابه العامه محل تقدير واحترام، القضاء وكل اجهزه الدوله المصريه محل تقدير واحترام. نحن نقول ان هناك من يرى أن الإسراع بعمليات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا ربما يسهم في تهيئة مناخ بين يكون الحوار الوطني أكثر إيجابية. الأمر الثالث والأخير جورني والأخير النقطة الأخير، هناك من يسأل سؤال في إطار الطموحات الجيدة لهذا البلد، إلى أي حد يمكن أن يكون هناك لديكم أفق من حيث الزمن أو أمد زمني لكي يكون هناك أطر واضحة لتوصيات ومقررات الحوار الوطني لكي توضع موضع التنفيذ لدفعها الى حركه الحياه لتحقيق مزيد من الاستقرار لهذا الوطن؟ شكرا جزيلا. شكرا يا صاحب. ناخد سؤال من الناحيه الثانيه، اتفضل حضرتك. اتفضل محمد فتحي من جريده الاهرام. علي صوت حضرتك مستمع. محمد فتحي من جريده الاهرام. لماذا لم يتم تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقه في الحوار الوطني؟ النقطه الثانيه، الاشخاص البسطاء ممن لا يستخدمون الواتساب أو البريد الإلكتروني، هل هناك آلية لتمثيلهم داخل الحوار؟ التوصيات أو القرارات الصادرة عن الحوار هل ستكون ملزمة للحكومة أو أي من الوزارات المختلفة في حل مشكلات المواطنين؟ شكرا. شكرا. طب أنا هجاوب سؤالين كالعادة وارجع. طب أستاذ محمد صلاح الزهار، إجابتي بسيطة جدا في موضوع الإعلام، مش عشان انا بقدم برنامج وبجيب فيه كل من استطيع، انا بدعوك انت وبدعو الزملاء، لا ادعو مش بس اعضاء مجلس الامناء، كل من ترون انه يمثل صوتا اخر، اذا انتم ما دعتوش يبقى العيب مش عليكم، العيب عليكم، الباب مفتوح. ولا اظن ان هناك يعني قرارا بحظر ظهور فلان او علان، جربوها ولما يبقى في حد يقول لك حظر بلغونا، لكن المسؤوليه علينا احنا الاعلام. لجنه العفو الرئاسي عشان ابقى دقيق وواضح فيها، اولا انا قلت النيابه العامه لا تجزئ الافراج، لا يوجد حبس جماعي في القانون المصري. النيابه العامه حتى لو القضيه فيها 1000 متهم، وقد سبق في التاريخ المصري ان في قضايا بهذا الحجم كل متهم في نفسه، وبالتالي انك تقدر تجزئ. النيابه العامه لا تملك الافراج الجماعي، كل تصرف حول شخص بعينه وحاله بعينه. اثنين، ان النيابه العامه هي والمحكمه المختصه في الحبس الاحتياطي هما فقط الجهتان اللتان تملكان الحق دون غيرهما. وعشان كده احنا النهارده لما خاطبنا السيد رئيس الجمهوريه في الصلاحيه الدستوريه اللي يملكها واللي مارسها العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم غير المحكوم عليهم، دول في يد النيابة العامة ذات الصلاحية الوحيدة والمطلقة، ولا يملك أي شخص أو أي جهة رسمية أو تنفيذية أو شبه رسمية أن تخاطب النيابة العامة وتطلب منها إفراجا عن أحد، لسبب بسيط أنه لا صفة لها، لزو صفة أمام النيابة العامة هو المتهم أو محاميه، غير كده هذا كلام ليس له أصل ولا أساس في القانون. وبالتالي احنا خاطبنا صاحب الاختصاص، شكرناه اولا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الافراجات اللي تمت، وبنأمل ونتمنى ونناشده انه تستكمل اجراء القرارات العفو الرئاسي. النقطه الاخيره وفق الحوار الزمني، الحقيقه احنا مستعجلين اكثر منكم، بس مش عايزين الاستعجال يخلينا يعني ننسى او نتجاهل قضايا محدده، لان الناس متوقعه حاجات كتير من الحوار، والحوار
عديدون، والعدد هنا مش بالكثرة بالقلة لكن خارج هذا البلد، يحاولوا أن يزايدوا على هذا الحوار وفي نفس الوقت أن يقلدوه، يعيشوا مشكلة حقيقية أنه هذا الحوار هم في رأيهم حوار يعني غير سليم، وهو من المفترض أنه يأتي من سلطة غير سليمة، وفي نفس الوقت يحاولون أن يغازلوا الحوار بكل السبل. ونحن نقول لهم نحن هنا في مصر لا نغازل، ومن لا تنطبق عليه شروط الحوار من السلمية والاعتراف بدستور البلاد لن يشارك فيه، ونكررها مرة ثانية، هذا حوار المصريين على أرض دستورهم، ومن يخرج عن هذا ويمارس عنفا ويحرض عليه ويشارك فيه ليس معنا في الحوار، ومن يريد أن ينشئ حواره الخاص فلينشئه أينما كان في أي وبالتالي نحن حريصين على الانتهاء. نقول لحضرتك والدليل واضح، احنا النهارده انتهينا من اللجنه السياسيه والعناوين بتاعتها تبدو لحضراتكم اظن عناوين ذات جاذبيه وفيها موضوعات مهمه. تمثيل زاويه، احنا مش بنمثل فئات، وانا زي ما قلت المره اللي فاتت احنا مش بننشئ دوله، احنا حسب كلام الرئيس حوار سياسي حول اولويات العمل الوطني، وبالتالي مش هندخل ابدا في التمثيل الفئوي، وده كان احد بالمناسبه مخرجات اجتماع اليوم، لانه كانت ملاحظه اثيرت من بعض الزملاء، وكان اجماع المجلس على انه لا بحراوي ولا ابلاوي ولا اسمراني ولا ابيضاني ولا مراه ولا طفل ولا شاب، لن يوجد كلام فئوي، احنا بنتكلم في الحقوق العامه للمواطن، المواطن ده من الطفل الرضيع اللي عنده يومين لغاية الراجل اللي بيلقى ربه في سن 80 أو 90، وبالتالي هذا. لكن القضايا دي موجود لها مجالس أخرى، هناك مجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة، هناك تشريعات موجودة، لو هناك شيء ناقص في هذا من الوارد أن مجلس الأمناء يناقشه على سبيل الاقتراح. البسطاء، يعني بسطاء مصر هم أغلبية مصر، وعلى فكرة بسطاء العالم هم أغلبية العالم، عشان ما حدش يفتكر ان العالم كله عباقره وسياسيين، خالص خالص، النخب في كل حته في الدنيا قليله قد كده، والجمهور العام قد كده، وطبيعي جدا انك انت ما تلاقيش كل الجمهور العام مشترك، لكن الاهم انك تلبي، وده اللي عملته الامانه الفنيه في رصدها للاقتراحات اللي جات لنا، ان احنا شفنا من خلال العرض الجمهور العام عايز ايه، دور النخب بكل أنواعها سياسية وثقافية وفكرية وإعلامية إنها تحاول أن تلبي ما يريد الجمهور العام. الجمهور العام عادة لا يذهب إلى المجالس النيابية، هو ينتخب الناس، لكن إذا أحسن هؤلاء التعبير عنه حققوا مصالحه. إحنا مش منتخبين، إحنا متطوعين، وحنمارس يا محمد كل ما نملكه من أجل الجمهور العام، لأن هذا البلد هو بلد الجمهور العام. التوصيات ملزمة وغير ملزمة، إحنا ماشيين على الخط اللي سيادة الرئيس قاله، فإحنا المراحل النهائية اللي هتفرز من الحوار هتعرض ترفع لسيد رئيس الجمهورية اللي هو وعد انه هيشارك شخصيا في المراحل النهائية، وسيادة الرئيس هيبقى قدامه بدائل واختيارات مطروحة ومدروسة وجاهزة سواء تشريعية او تنفيذية، سيادته سيختار ما يراه الاصلح منه. طب النهاية مساء الخير، مدحت صفوت من موقع المنصة. أود الأول أهنئ مجلس الأمناء على انعقاد الاجتماع الثاني، وتزامنا مع المحور الذي نوقش وهو القضايا السياسية والحقوق والحريات، بالأمس نشرت الخارجية الأمريكية تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وفي عام 21، وتضمن أعتقد العديد من العناصر التي يتوجب على الدولة الوقوف أمامها. سؤالي هنا، هل اطلع مجلس الأمناء على هذا التقرير، وما موقف الحوار الوطني مما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر عام 21؟ السؤال الثاني الخاص بالإعلام، سألت الأستاذ ضياء المرة اللي فاتت عن قضايا الحج، وبيقول المرة دي استضيفوا الإعلاميين، فتعرض موقع المنصة في الأسابيع في الأيام القليلة إلى الحج 3 مرات في 3 أيام. موقف مجلس الأمناء وتزامنا مع الحوار الوطني مع قضايا حريات الإعلام، خاصة مسألة الحج. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. الناحية الثانية بقى حد حضرتك أستاذ محمود. مساء الخير على حضراتكم. محمود سعد الدين، موقع بصراحة الإخباري. العناوين اللي حضرتك تفضلت بيها فيما يتعلق بالملف السياسي كانت ملف المحليات ومباشرة حقوق سياسية والحقوق والحريات. فيما يتعلق بملف المحليات تحديدا،
هل حضراتكم وضعتوا تصور او وضع زمني او جدول زمني محدد لمناقشه هذا الملف والخروج بتوصيات محدده في توقيت زمني، على اعتبار انه في 2024 عندنا انتخابات رئاسه، فالفرصه الوحيده لاجراء انتخابات محليات في 2023، فالاسراع بهذا الملف بتوصيات المختلفه وصولا الى مجلس النواب فيما بعد؟ الجزء الثاني فيما يتعلق بمباشره حوار سياسيه، هل من المتوقع ان يعاد النظر في هذا القانون وما يتعلق به القائمة المغلقة والقائمة النسبية، هنقدر نشوف ده ولا لا؟ الجزء الثالث، من سيتحدث في ملف المحليات؟ هل سيتم فقط توجيه الدعوة لممثلين الأحزاب السياسية والقوى السياسية، ولا أيضا سيتم توجيه الدعوة للقيادات الشعبية في المحافظات، على اعتبار أن احنا بنتكلم عن أكثر من 54 ألف قيادة شعبية في المحافظات المختلفة خاضت هذه الانتخابات فيما قبل؟ وهل هيكون في أيضا أساتذة قانون دستوريين أو أساتذة قانون لمناقشة هذا الأمر بالتنسيق مع حضراتكم ولا لا؟ شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمود. طيب أستاذ مدحت، بداية التقرير ده صدر امبارح، أنا على المستوى الشخصي قطعا قريته وقطعا لدي ما لدي من الملاحظات عليه. الأمم بتتقدم، كان زمان بيقولوا العالم الحديث نشأ بحاجتين، الثورة الصناعية في إنجلترا وتقسيم العمل. تقسيم العمل دلوقتي ما فيش ثورة صناعية أولى، في رابعة وخمسة. تقسيم العمل بيقول ان في جهاز ذات اختصاص في موضوع حقوق الانسان في مصر، سواء كانت جمعيات اهليه، سواء كانت المجلس القومي لحقوق الانسان، سواء كانت اللجنه العليا الدائمه لحقوق الانسان اللي برئاسه السيد وزير الخارجيه او غيرها من الجهات. وبالتالي ان تعمل يعمل مجلس امناء الوطني باعتباره ممارس عام، هذا يفسد عمل وليس من عمله. هو سيناقش في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة العوائق التشريعية والتنفيذية قدامه، إنما هو مش وظيفته. قد يكون من بعض زملائنا في المجلس بحكم عضويتهم في هيئات أنا ذكرت بعضها هيناقش ده عندهم ويشاف الرد صح الرد غلط. لكن حضرتك مش هينفع نشتغل بنظريته ويصلح ساعات، فضل مكان فنحط فيه، يعني فضل لنا سطر فنضيف فيه عليه جملة، لا. ده تقسيم العمل، وإذا ما احترمناش ما هو يعني معلق بنا، يبقى احنا هننتهي الى بيانات مصدرها ندين او ننج او او او, أو ننتقد ونقفل الباب. لا، مش هنعمل ده. وانا بقول لحضرتك يا ريت انت باعتبارك متابع، انت اكتب اللي تشوفه واللي شايفه صح او غلط، ومنهجيه التقرير ده حقك. حاجب موقع المنصه انا علمت بيه بالامس من رئيس التحرير الاستاذه نوره يونس، وتبادلنا الرسائل، وحتى الان انا ما عنديش علم كافي بالوضع القانوني للموقع حتى الان، لكن سالت بعض الاسئله، وانا اعتقد انه لا مصلحه لاحد في حجب غير قانوني لاي موقع في مصر، والقانون منظم الحجب. لكن في نهايه الامر موقع المنصه موقع مهم، كلنا حريصين عليه زيه زي المواقع الاخرى. وبالتالي بقول لحضرتك انا في تواصل مع رئيس التحرير بشكل شخصي، لكن هذا ايضا في ظل تقسيم العمل خارج عمل الحوار الوطني. لما نخلصه ونطلع تشريعات واجراءات وقرارات وما تتطبقش، ابو تعالوا حاسبونا، تعالوا حاسبونا. انا ما قلتش انت، انا بقول لك ده موضوع اخر. فبس انت مركز على المنصه وسايب البلد، ها؟ طب ركز معايا. طيب الاستاذ محمود سعد، استاذ محمود اتكلم على المحليات ومشروع السياسي. محمود، احنا لم نحدد شيئا ولا احدا حتى الان، لان احنا مجرد عملنا العناوين، وهذه العناوين هتتملي المره الجايه بمعرفه مجلس الامناء، لانه القضايا دي كلها فيها متخصصين كخبراء وفيها وجهات نظر افكار سياسيه مختلفه، سواء القوائم بقى النسبيه او المطلقه او غيره. كل ده سيكون بالتاكيد موجودا على مائده الحوار، لانه الحوار عايز يطلع بمشروعات او اجراءات قبل التنفيذ ودستوريه في نفس الوقت. فانا بقول لحضرتك ده التزام على المجلس في هذا. اظن خلصت كده. طيب ناخد الشمال، اختاروا خليكم ديمقراطيين، واحد اختار واحد. ها دكتور دياب، مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للقامات الوطنيه المحترمه اللي موجوده. الحقيقه انا عارفك، بس عرف نفسك للباقي. علي الطواب يا فندم. ايوه عارف نفسك زملائك. انا بشكرك، وجدتني في الجوله الاولى مخطئا عندما تحدثت عن الفئات الصعايده والفلاحين، ووجدتك صائبا هذه المره، وانا مقتنع ان حضرتك صح وانا اللي كنت مخطئ، ده اعتراف لازم اقوله. شوف يا فندم، انا عملت استقصاء بسيط كده على الحوار الوطني في بعض محافظات دلتا النيل، وجدت
الحقيقة أن هناك طياراً كبيراً من المصريين البسطاء يتابعون هذا الحوار ويقدرونه ويحترمونه، وهنا عبء على اللجنة الاقتصادية اللي حضرتك قلتها من شوية بأعضائها. الحقيقة الناس بتطلب أن هم يستمعوا إليهم كمصريين في إيجاد ولو مخرج بسيط من رجل بسيط لآلية اقتصادية، لأنها في رأيهم أهم من السياسة الآن، الوضع الاقتصادي أهم من السياسة، هكذا يتحدثون. فهم يطلبون منكم أن تستمعوا إليهم، وأنا يعني على قدر المستطاع شرحت لهم أن هناك آليات للتواصل، بس مش كلهم يمتلكون هذه الآلية. النقطة الأخيرة واختم عشان أسيب الفرصة لزمايلي، إذا كنا نضمن لهذا الحوار أن ينتشر فلابد نضمن للإعلام أن يكون حرا، والحرية مقيدة بسقف ديمقراطي وزمني، بحيث أطالب سيادتك أن تدعم معي ومع زملائي الإعلاميين بوجود نقابة للإعلاميين المصريين المصدر بها قرار جمهوري حتى اللحظة حبيس الأضرار. نعيدها في كل مؤتمر صحفي. شكرا يا فندم. وطرحنا هذا الموضوع، ارجو ان حضرتك تساعد زملائك مع اللجنه القائمه في النقابه. شكرا. اتفضل استاذ عوض. عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز. عندي سؤالين، السؤال الاول من شقين، الشق الاول خاص بما ان الحوار مرتبط بالناس وهموم الناس ومشاكل الناس، هل لدى اللجنه الموقره او اللجنه التنسيقيه طموح ان تذهب الى الشارع، تذهب إلى أطراف الدولة، تناقش كل هذه القضايا في المحافظات؟ والسؤال الآخر، الأمانة الفنية الكريمة بذلت جهد كبير ومحمود، وهناك أفكار تأتي من الناس عبر الموقع الخاص بمنصة الحوار هنا، الأفكار دي إلى أي مدى يمكن تنقحها والاستفادة منها؟ السؤال الآخر خاص بالسياسة الخارجية والأمن القومي المصري، لم يأتي أو لم يتم الإتيان على هذه القضية، خاصة يعني أن فيها أمور عديدة تستحق النقاش، هل أن مصر نجحت فيها نجاحا عظيما وباهرا وهناك إجماع كبير من كل القوى الوطنية والسياسية المتباينة والمختلفة على نجاح السياسة الخارجية المصرية وملف الأمن القومي دوليا وإقليميا وأفريقيا وعربيا؟ شكرا فيك. شكرا زعاب. طيب أستاذ علي، الاستماع للناس حول الوضع الاقتصادي ونفس السؤال تقريبا بتاع الأستاذ عوض الغنام، اللي هو الذهاب للشارع والحكومة، احنا الوسيلة اللي بنتبعها دلوقتي وسيلة الحوار هي الأمانة الفنية، والأمانة الفنية ما وصل إليها حضراتكم يعني كثير جدا، وبيعبر فعلا عن الناس شايفها. وكمان احنا الناس الزملاء اللي موجودين في الأمانة في مجلس الأمناء ليسوا أتينا من الفضاء، ده كل منهم يمثل شيئا ما في مجاله في شغله، ويعلم أكيد يعلم ما لدى الناس. وكمان هناك في الحوار هيبقى في رؤى، الرؤى دي بتعبر عن اشخاص عامين او عن قوى سياسيه وحزبيه، وهي ايضا مرتبطه بالناس. هذا لا يعني ابدا استغنائنا عن المواطن اللي شايفنا دلوقتي في البيت، لكن احنا هنحاول بكل السبل، والمجلس مجلس الامناء طرح عليه هذا الامر اليوم لكن لم نناقشه بعمق، ازاي نوصل اكثر للناس، وكمان زي ما حضرتك قلت للمسؤولين، لان المسؤولين هم طرف في المعادله، الطرف الثاني في المعادله، وده غير مستبعد، لم يتخذ بشان قرارات محدده اليوم لكنه بالتاكيد على جدول اعمال. حضرتك موضوع الامن القومي والسياسه الخارجيه، الحقيقه من الواضح في مصر لنا جميعا انه لا مصريا واحدا يختلف على حقوق مصر في خارج البلاد. لو اخذت قضيه صد النهضه، لا يوجد اختلاف ما بين المدارس الفكرية والسياسية في مصر حوالين الحق التاريخي. إذن هذا مجمع عليه، والمجمع عليه لا يحتاج لحوار، هو يحتاج من الجهات ذات الاختصاص اللي عندها معلوماتها وقدرتها على التحرك ومدعومة بشعب يدافع عن حقه تستطيع أن تؤدي هذا الدور. لكن الحوار لا يوجد فيه في السياسة الخارجية ملاحظات كثيرة، ويمكن احنا حضراتكم في الإعلام، انتوا في الإعلام أكثر، تبتقروا كل ما يكتب، تسمعوا كل ما يقال داخل مصر. أظن أنه أقل الملاحظات موجودة على الأداء الرسمي في مصر هي على الأمن القومي والسياسة الخارجية، من أول تنوع العلاقات الخارجية، تنوع مصادر السلاح، وجودك في أكثر من دائرة إقليمية دولية، بتبدأ بإفريقيا وتنتهي بالبريكس دلوقتي في الصين. وبالتالي لا نريد أن نضيع وقت المصريين فيما هو متفق عليه، احنا بنضيع وقتهم او بنكسبه فيما فيه اجتهادات. لما يبقى فيه اجتهادات في قضايا زي ما قلناها دلوقتي، وقضايا اجتماعية واقتصادية، دي اللي كفيلة
بتخفيف الحمول على الناس، وده هدف رئيسي للحوار الوطني. طيب الناحيه دي بقى اكثر واضحه. ثانيه يا ابراهيم، ثانيه يا ابراهيم اتفضل. طب انتوا الاثنين ورا بعض بقى، يلا. ابراهيم الدراوي، كايرو لايف. في حدود يعني الحوار الوطني ينطلق من شرعية دستور 2014، ومن يتعامل والمرفوض منه هو من دعم السلاح أو تعامل بالعنف في ظل حضرتك واستبعادهم يعني. لكن احنا دلوقتي في ظل وجود معارضة تريد أن يكون هناك طموح سياسي، فهل حضرتك تتوقع أن يكون في تغيير سياسي جذري في العملية الانتخابية، وأن تدعو لجنة الحوار أو من صلاحيات لجنة الحوار الوطني أن تدعو الانتخابات مثلا برلمانية مبكرة، وأن يكون هناك حرية أوسع في هذا المجال أم لا؟ شكرا جزيلا. شكرا صبري. طب الزميل وراك تفضل. هاني النحاس، قناة صدى البلد. بعد التحية طبعا امبارح أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، طرح السؤال المعتاد اللي دايما بنسمعه أثناء جولات الرئيس الخارجية، والخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر. طبعا الرئيس أجاب وتحدث عن الحوار الوطني، يعني من خلال المناقشات اللي دارت تقريبا خلال شهر، يعني من خلال متابعتي كإعلامي، الخارج ينظر إلى المحور السياسي لمصر، الداخل أعتقد مهتم أكثر بالمحور الاقتصادي. هل أو كيف الحوار الوطني إزاي هيوصل رسالته للخارج حول ملف حقوق الإنسان في مصر؟ الجزء الثاني الخاص بالمعفى عنهم بقرار رئاسي، هل يمكن أن يجدوا مساحات مشتركة داخل الحوار الوطني؟ هل يمكن توجيه الدعوة إليهم، يعني يروا عن فترة سواء فترة حبسهم احتياطيا، كيف تم الإفراج عنهم؟ أعتقد الرسالة تصل للخارج بهذه الصورة على لسانهم كيف يروا حقوق الإنسان في مصر. شكرا. شكرا. الناحية الثانية بقى، أي حد يعني الزميلة وبعدها زميلنا العزيز. فريدة محمد، مساعد رئيس تحرير روزا اليوسف. حضرتك تحدثت عن قضية المحليات، كان في تشريع أنجز في البرلمان السابق وكان تم مناقشته في الجلسة العامة ثم عاد مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية. هل الحوار الوطني أو هل هذا التشريع سيكون أساس الحوار حول قانون الإدارة المحلية؟ الجزء الثاني، هل الحكومة هتشارك في هذا الحوار على اعتبار أن كان في تصور أيضا مقدم من جانب الحكومة لهذا التشريع؟ وفكرة تحديده أولوية، هل ده يعني أو مقدمة لإجراء انتخابات المحليات أو أنها ضمن الأولوية العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة؟ في سؤال ثاني ليه علاقة ببعض وسائل الإعلام الأجنبي التي يعني ترسل مجموعة من الرسائل السلبية المتعلقة بالحوار الوطني، يمكن آخرها كان الإيكونوميست قبل ساعات تتحدث عن أن هذا الحوار الوطني سيقود إلى أو أنه لن يقود إلا إلى طريق الاستبداد. هل هناك مشكلة في الرسائل التي نتوجه بها نحو الإعلام الأجنبي؟ هل هناك يجب أن يعني نتحاور معهم بصيغة أخرى، خاصة وأنهم يعني يتحدثون عن فكرة الإفراج عن المعتقلين بنبرة من التشكيك؟ مش معتقلين على فكرة، المحبوسين. المحبوس احتياطي معقول. المحبوسين، المحبوسين. أنا أتحدث باللغة اللي يتحدثوا بها. أنا بتكلم أكيد. أنا بنقل اللغة التي تحدثت بها الإيكونوميست. الإيكونوميست قالت أن العدد قليل، وأن هناك تشكيك في فكرة يعني الإفراج عن عدد كبير، وأن هذا شكلي. هل لدينا مشكلة في الحوار مع بعض هذه الصحف؟ الجزء الآخر الأخير أنا بتكلم برضو في نفس النقطة بتاعت الإيكونوميست، هو ليها علاقة بأنه هو تحدث عن أن الجماعة الإرهابية بيقولون الدولة المصرية تتحدث عن جماعة إرهابية دون أن تتحدث عن أن الإخوان ينتمون إلى جماعة إرهابية دون أن تتحدث عن طبيعة هذه الجماعة. هل لدينا مشكلة في الحوار مع الإعلام الأجنبي أو توصيل الصورة بشكل صحيح، أم أن هناك أزمة أخرى في وجهة نظرك؟ شكرا. شكرا لحضرتك. طيب آخر سؤال فضل حضرتك. طاهر أبو زيد، راديو مصر، قطاع الأخبار. خالص التحية والتقدير طبعا لحضراتكم في البداية. خلافنا في الرأي لا يفسد للوطن قضية، واعتقد أن دي أمر مسلم به. الحوار نحن نعلم أنه حوار أولويات حسب متطلبات المرحلة الموجودة، ونحن نعلم أن الأولويات في هذه المرحلة شائكة حقيقة، معقدة. الأحداث العالمية لها تأثير داخلي أكثر حتى من الشأن الداخلي على مصر. الكل ينظر حقيقة وينتظر، خاصة الشارع المصري،
نتائج هذا الحوار. أنا لا أطلب طبعا مدة محددة لأن الحوار له قوانين له قواعد، لكن الشارع المصري يعني يسأل بدايات حتى ظهور نتائج هذا الحوار، يسأل عن منصة من الممكن حتى الخروج ببعض القوانين، وأيضا سؤال الآخر عن اللائحة التنفيذية التي أشرت إليها أستاذ ضياء المرة اللي فاتت. شكرا. شكرا استاذ. طيب أنا هبدأ بالناحية الشمال برضه استاذ إبراهيم. الدستور المصري نظم متى ينتهي عمل البرلمان، ولا يوجد لدى الحوار الوطني صلاحية دستورية في حل برلمان، وليس مطروحا على الحوار الوطني، وحل البرلمان مقرر دستوريا ولا يمكن الحديث عنه إلا من أبوابه الدستورية، فده أمر مش مطروح عليه أصلا. وعلى فكرة ولا البرلمان يملك حل نفسه أصلا، عشان البعض قد يظن أن البرلمان ده لو استقال كل أعضاء الحل، لا برضه له إجراءات دستورية، وبالتالي انتخابات مبكرة أو غير مبكرة كل هذا الكلام مش مطروح. إحنا لحنا سلطة تنفيذية ولحنا سلطة قضائية، إحنا مجموعة من الناس يحبون هذا البلد، والبلد ده عن طريق تشاورات اختارهم عشان يفتحوا الملفات دي عشان تتحول لإجراءات أو تشريعات، وإحنا صرحنا بداية الطريق، وده له علاقة بسؤال الصهر. إحنا الحقيقة مش عايز أقول مش مستعجلين، لا ده إحنا مستعجلين جدا لدرجة التمهل، عشان لو إحنا مش بنتمهل هنصدر أشياء غير دقيقة غير مدروسة، ما نقدرش نعرض على الرأي العام وعلى رئيس الجمهورية مشروعات لتشريعات في قضايا حساسة وكثيرة أو مشروعات لقرارات وهي غير سليمة، وبالتالي أهل الاختصاص هيلعبوا دورهم يا أستاذ إبراهيم، هيبقوا موجودين هم اللي هيقوموا مع أهل السياسة والفكر بأدوار. الأستاذة زميلتنا حبيبة من روز اليوسف، حضرتك طبعا احنا وزعنا اللائحة يا جماعة، وعشان خاطري نجهز نفسنا قبل المؤتمرات الصحفية، اللائحة متوزعة لها أسبوع، والمادة 8 في اللائحة قدامي هقراها. الحكومة ومؤسسات الدولة ومراكز البحث معنية بالمشاركة في الحوار بما لديها من معلومات وإحصائيات وإمكانيات، طبعا طبعا هنناقش سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو غيره من غير ما يبقى عندنا معلومات وإمكانيات ومشاركات من جهات محددة أبرزها الحكومة، فده موجود في اللائحة من المرة اللي فاتت. موضوع الإعلام الأجنبي أنا يعني بأشرف حاليا وأنت قاعدة بوجود عشرات من المراسلين الأجانب في مصر موجودين قدامك زملائك، بعضهم أجنبي الجنسية وبعضهم مصري الجنسية لكنه يحمل صفة مراسل أجنبي، لا خصومة بيننا وبين الإعلام الأجنبي ولن تكون بمعنى، لأن الإعلام الأجنبي لو الإيكونومست كتبت مقالة لها رأي فيها هي حر مش هتهد البلد، لكن جنب الإيكونومست هلاقي جرائد وصحف أخرى بتتكلم كلام آخر، لا أنتظر أن يغرد الناس كلهم كما أغرد، إحنا قابلين الاختلاف لكن أن يؤسس على معلومات دقيقة، إذا كان في مقالات غايبة فيها المعلومات علينا جميعا وإحنا أولهم في الحوار الوطني أن نوفر فيما يدخل في اختصاصنا المعلومات اللي احتاجها زملائنا الصحفيين المصريين والأجانب، لكن تاني بأكد مرة تانية ما بقاش فيه حتى حاجة اسمها إعلام أجنبي وإعلام وطني، الإنترنت خلطت كله على بعضه، بقينا كلنا على شاشة واحدة بنجيب من مصادر واحدة وبنقرأ على شاشة واحدة، وبالتالي أرجو مننا جميعا من زملائي في الإعلام الأجنبي إن هم يعني وهم يفعلون هذا يتحروا الدقة أكثر، وحقهم إن هم يسألوا ويروحوا في أي مكان، وده بينظموا القانون وبتنظموا الهيئة العامة للاستعلامات، ومن زملائنا المصريين أيضا إنهم يقبلوا هذا وكمان يتحروا الدقة أكتر زيهم زي زملائنا الأجانب، إحنا ما عندناش خصومة وما فيش حاجة اسمها الرد، في حاجة اسمها التصحيح، إحنا مش بنرد على حد، حتى الذين يهاجمون هذا البلد واللي هم بيشككوا في كل شيء، لعل حضراتكم لاحظتم نحن لا نرد على أحد أبدا ولن نرد على أحد أبدا ولن نضرب أمثالا حول ماذا يسير وماذا يفعل. السؤال اللي بعده تفضل. محمد يحيى. عفوا استاذ طاهر كان سأل على المواعيد، انا اسف استاذ، احنا زي ما قلت لحضرتك احنا مستعجلين،
بس يعني الاسبوع خلال العشرة ايام هيبقى في اجتماع هيعلن جزء مهم من جدول الاعمال فيه للجلسات الخاصه على الاقل بالمحور السياسي اللي انا ذكرت ابوابه دلوقتي. اتفضل. لا مش سامع حضرتك معلش عفوا. حقوق الانسان يعني السؤال اللي بيطرح على سياده الرئيس دايما في الخارج الخاص بحقوق الانسان في مصر ازاي نوصل لهم الرساله دي؟ السؤال الثاني الخاص بيه مين وصل لهم الرساله دي؟ يعني الرئيس امبارح عارف يا فندم يعني كيف يصل رساله الحوار الوطني في مصر الى الخارج؟ يعني بات واضحا بعد الخارج يتابع الان الحوار الوطني. رساله الحوار الوطني تقصد ايه بالرساله؟ الرساله حول حقوق الانسان في مصر. حضرتك الحوار الوطني مش مهمته حقوق الانسان. انت عايز تاخد الحوار الوطني كمثال لحقوق الانسان؟ بالظبط يا فندم. الزملاء الاجانب كلهم قاعدين هنا. تمام اوكي. وبيعملوا حوارات مع زملائنا في الامان في مجلس الامناء عفوا. واحنا هنمدهم وهنعمل ده قريبا كمان. هم كلهم بيعرفوا عربي ولديهم مترجمين. لكن اذا شاءوا احنا هنقدم لهم الاشياء ايضا مترجمه. تمام يا فندم. السؤال ده طرح امبارح فواضح ان الرساله لسه ما وصلتش فاحنا بنأكد عليها ايه الاجراءات اللي ممكن تتم خلال الفتره الجايه. النقطه الثانيه الخاصه بالمعفى عنهم بقرار رئاسي هل سيكون هناك لهم مساحات مشتركه في هذا؟ صديقي العزيز صديقي العزيز كل من يعني خرج من السجن بعفو رئاسي هو شخص راشد قراره ملكه. اذا ما تلقينا من اي زميل منهم احنا بنكلمهم بالتليفون تلقي احيانا معاهم انا شخصيا بتكلم عن نفسي يرغب في المساهمه كاي مواطن في هذا الحوار الوطني له الحق الكامل وحنحتفي به احتفاء كبيرا. لكن انا كمان زي ما قلت على الفئات مش عايز اعمل فئه اسمها المعفي عنهم وفئه الصعايده وفئه البحروه وفئه ذوي الاعاقه وفئه الفلاحين وفئه العمال. ده كلام غير دقيق وغير مفيد. لكن زملائنا دول انا باكد لحضرتك احنا على تواصل معهم باشخاصنا بعضنا وهم اذا كان لديهم ما يريدوا ان يقدموه احنا بلا شك بنرحب بهم. رساله الحوار وصلت او ما وصلتش الحوار مش رساله. الحوار ده مستقبلنا احنا. ومن يريد ان يقرا الرساله هيقراها. وانا بتكلم في مؤتمر صحفي وزملائي الاجانب والمصريين قاعدين اهو. اظن يستطيعوا ان يقارنوا بين ما كان يحدث من شويه صغير قبل كده ومن اللي بيحصل هذا في الحوار الوطني. وكل زملائي وزميلاتي الاعزاء اللي بتشوفوهم قدامكم على الشاشات دليل على انه رساله الحوار الوطني وصلت. يجوز لسه ما تقرتش. احنا مش بنبعت رسائل. احنا بننجز شيء للبلد ده. وبعد ما يكتمل الشيء تاكد الرسائل هتوصل لوحدها. اتفضل زي ادي الاستاذ ورا. ونرجع لك بعد كده. هرجع لك بعد كده. صبر جميل. السلام عليكم يا فندم. طارق رمضان البوابة نيوز. كنا عايزين نسأل بس حضرتك هل تطرق مجلس أمناء الحوار لتغيير وزاري؟ ما عندناش صلاحية يا فندم زي مجلس النواب صديق العزيز. صديق العزيز تاني بقول لما نسأل في مسائل ذات صفة دستورية نبقى عارفين لا يغير الحكومة إلا ثلاث حاجات يا إقالة يا استقالة يا صاحب الثقة. لا احنا هنقدر نقيل ولا نجبره يستقيل ولا نسحب الثقه. فما تسالنيش سؤال مش عندي. طيب بالنسبه لقانون المحليات هل هيتم الاخذ بالتوصيات لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب؟ لا اعلم موضوع عشان كده اجابه قاطعه. هناك هيجوا المتخصصين وهيجوا الناس وكمان بالاشاره لسؤال سابق في مشروع قانون موجود في مجلس النواب اظن في الجلسات بتاعه المحليات كل ده هيستدعى عشان نطلع بمنتج مختلف شوية أو حتى هو نفس المنتج القديم. اتفضل حضرتك منتج بعده. تزعلش أول ما طردش الدنيا. محمد الشعابي بوابة الأهرام. دكتور ضياء يعني حضرتك النهاردة أكدت على أن محاور الحوار الوطني ستتعلق بالملفات القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن هناك طرح آخر يرى أنه أن السياسة هي أصل كل شيء وبالتالي يجب تغليب القضايا السياسية على نظيراتها من القضايا الفنية التي ربما لا تحتاج إلى حوار أكثر من حاجتها إلى متخصصين. ما رأيك في هذا الطرح؟ تفضل. السؤال اللي بعد فضل حضرتك. تفضل. محمد يحيى صحفي عن موقع القاهرة 24 الإخبار.
أولا يعني رغم تصريحات سيادة الرئيس في ألمانيا والمكاشفة الوطنية المخلصة عن الوضع السياسي المصري والاعتزاز بالجهود المبذولة في الحياة السياسية المصرية وخاصة فيما يتعلق بالحوار الوطني، حاول يعني سأحاول مع حضرتك أن أستوضح كيف يتعامل مجلس أمناء الحوار الوطني مع التوترات الأخيرة داخل عدد من الأحزاب خاصة أحزاب المعارضة مع تلويح البعض عبر التوترات، يعني مش فاهم يعني تلويح تتمثل في تلويح البعض بالانسحاب عبر بعض الوسائل الإعلام. ما حصلش، ما فيش معلومة كده. طيب اديني اسم حزب لوح بالانسحاب أو شخص. تصريحات قد تكون فردية لبعض، مش قوة سياسية. ماشي. أي مواطن من حقه يقول، هو مش موجود أصلا فيقول لك أنا مش عايز الحوار. طيب التخوفات من تشكيل اللجان وعدالة التمثيل من يعني عدالة التمثيل أن يكون في تمثيل للمعارضة وتمثيل للولاء للموالاة، الكلام يدور حول هذا الأساس. شكرا. شكرا لحضرتك. طيب أنا هجاوب على السؤالين وحبدأ بدا عشان هو مرتبط بالتاني. حضرتك، نحن لا نوزع غنيمة بل نقتسم أعباء، ونحن هنا تنصرف إلى كل من تطوع في مجلس الأمناء المحترم وشارك في إدارة الحوار، وكل محترمة ومحترمة ومحترم سيشارك متطوعا في جلسات الحوار، وبالتالي إحنا مش بصدد التصويت، لعل حضرتك نسيت، وأرجو يا جماعة نراجع ورقنا. هذه اللائحة أقرت بالإجماع المرة اللي فاتت إنه مفيش تصويت، لا يوجد تصويت أصلا لا في مجلس الأمناء ولا في اللجان. ليه؟ لأن إحنا بنقدم قاعدة التوافق. طب ما قدرناش نتوافق، هنقول والله أدي فيه ثلاث آراء، كل رأي له ما يسنده من دراسات وأهل اختصاص، وترفع الثلاث آراء أو الرأيين لرئيس الجمهورية. إذن فكرة التمثيل أم عدمه ده أمر الحقيقة يعني في ظل فلسفة الحوار مش لاقي له صدى كبير. التكافؤ مهم، وما فيش حد اهو بقولها يعني بعلو صوتي في اي قضية فرعية لن يستبعد او يمنع او يعزل اي متخصص عنده رأي من يجي، لانه هيفيدنا. انا مش بدور هو خلفيته السياسية ايه، ذو الخلفية السياسية حقه طبعا كحزب او غيره انه يبقى موجود، وهو موجود في الحوار، وبالتالي يعني تقديم سوء النية امر في الحقيقة مش مريح، لاني بقول لحضرتك الناس دي كلها على قدر المسؤولية وقدر المساواة. زميلنا العزيز حوالين السياسة استاذ محمد، سياسة اولا عايز نقول كده على الهوى ان احنا يا جمهور مصر مهتمين بشؤوننا الخاصة فقط كسياسيين، هل هذه رسالة مريحة من مجلس الامناء؟ مجلس الأمناء النهاردة خلص اللجان الفرعية للسياسة. ليه؟ لأنها كانت الأسهل في التصنيف. قضايا الاقتصادية والاجتماعية اللي المواطن بيتطلع لينا ولأي حد عنده قدرة أو إرادة في البلد نحلها له معقدة حتى في تصنيفها. لو أنا هتكلم على قضية الصحة أو التعليم، يا ترى قضية فنية ولا اقتصادية ولا الاثنين؟ قطع الاثنين. وبالتالي بدايتنا بالمحور السياسي مش معناه ابدا اهملنا لما يريد الناس، لانه اللي جابه المستشار محمود في 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 المقترحات وتصنيفها كان الانطباع واضح جدا يا سياده المستشار ان القضايا الاجتماعيه والاقتصاديه ذات غلبه كبيره، وحتى الجهات اللي مقدمه الجهات السياسيه كانت اقل من غيرها، وبالتالي لا ما عندناش هذا الطرف، لانه احنا متطوعين كلنا وسيادة الرئيس دعا لهذا الحوار من اجل اولويات العمل الوطني، ومن ضمن هذه الاولويات بل وعلى راسها هموم المواطن والمواطن. اهلا بك استاذ ضياء، شكرا على الدعوه المفتوحه والغير مسبقه. استاذ ضياء، الى اي مدى حضرتك تتوقع ان عرفت نفسك ولا لا؟ اميره جدله مراسله قناه الحره الامريكيه. تفضل.
أستاذ ضياء، إلى أي مدى تتوقع أن يؤدي هذا الحوار الوطني إلى تغيير حقيقي، بمعنى أن يكون هناك فتح للمجال السياسي؟ أعلم هناك بعض الزملاء الذين سألوا في هذه النقطة بالتفصيل، ولكن نريد إجمالا، هل سيكون هناك فتح للمجال السياسي بتكوين أحزاب سياسية قوية تشارك في السلطة وفي التخوض المعترك السياسي، أم سيكون فقط يعني الحصول على هامش من الحريات وحرية التعبير والإفراج عن بعض السجناء؟ ولو كان هذا يعني يعد، لو حدث، يكون مكسبا طبعا كبيرا على المستوى الإنساني، ولكن هل يمكن أن يحدث ذلك في المعترك السياسي؟ وما الذي سوف يعطل ذلك؟ يعني هل هشاشة الأحزاب الموجودة حاليا والانقسامات الموجودة بين مختلف الأيديولوجيات القومية والليبرالية وغير واليسارية، أم ماذا؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. حد هادي أكثر، حد تفضل. كريم صبري، مراسل قناة TTC. بسأل حضرتك يعني سؤال في البداية، وهو في حالة بدء الحوار الوطني واجتماع كل القوى والأطراف اللي إن شاء الله هتشارك، هل سيكون للجنة الاجتماعية قرارات تؤدي إلى تنفيذ مبادرات مجتمعية تمس المواطن المصري بتوازي مثلا مع مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، واللي هي بطبع أحد مخرجات أو توصيات منتدى شباب العالم كمنصة يعني تماثل الحوار الوطني؟ شكرا جزيلا. شكرا أستاذ كريم. حد ثاني بقى من الناحية دي؟ شوف وراك بقى حد، شوف وراك حد، أي حد. سالي نور الدين، تان تي في. صرحتم الآن أن هناك من يحاول المزايدة على الحوار الوطني واستنساخه وتقليده، فهل وصل إليكم إشارات من هذه المحاولات، وما موقفكم من هؤلاء؟ قولا واحدا، لم يصلنا إشارة ولا مهتمين من حيث المبدأ، ولا يمكن أن نتوقف عن العمل. زي ما كنت بقول المثل اللي ما كملتوش، مش عارف مين يسير ومين يعمل إيه. الموضوع ده بسيط جدا، مش هنحط في اعتبارنا. طب هرد على سؤالين. استاذة أميرة، الحوار مستهدف، وحضرتك شفتي في نوعية القضايا السياسية الثلاثة اللي مصارة في الملف او المحور السياسي، انها بتمس كل شيء في مصر، يعني كل شيء سياسي، سواء مباشرة الحقوق السياسية والنظام الحزبي والتمثيل النيابي، يعني الانتخابات كلها بنظمها، وكمان بتمس حقوق الإنسان والحريات العامة. دي بتختصر عشرات المواد، لأن أنا برضو ما أعيبه على نفسي أحيانا أن أنا عندما أدرس أو أحلل أو أنقل عن بلد، مفترض أنه المشاهدة العينية واحدة من الوسائل، لكن بقية الوسائل فهو وسائله الأساسية. وأنا أفخر من هذا التصوير المصري، هو واحد من أهم وأفضل الدساتير في العالم. ربما بعض المواد فيه لم تأخذ حظها من التطبيق. إحنا أصرينا على أن نظل على قاعدة الدستور انطلاقا من ده. أكثر من 80 مادة في الدستور المصري حول حقوق المصري. وبالتالي الحوار الوطني يتجه إلى تفعيل هذه المواد. تفعيلها بقى يوصل إلى تكوين أحزاب تشارك في السلطة. أنا مش عايز أضرب أمثلة أمريكية، بدور يعني متخصص في النظم السياسية أصلا، ولا أوروبية، إن الوقت خد قد إيه فكرة التفتت الحزبي إلى الأحزاب الأكبر. لدينا دول حتى الآن زي أسبانيا، ولدينا دول زي فرنسا مفيش ثبات في النظام الحزبي. ده الحزب يطلع خلال 5 سنين يطلع رئيس جمهورية، ثم يفنى الحزب ورئيس الجمهورية معه. وبالتالي حضرتك طموحك، احنا معاه نأمل انه النظام الحزبي في مصر ينشط ويقوى. دور لجنة الحوار الوطني باللجان السياسية انها تزيل العوائق قدام ده كله، هتصل الاحزاب الى ما يجب ان تصل اليه. كل ما نملكه ان نزيل من امامها عوائق الانشاء وعوائق الممارسة وعوائق التمثيل النيابي والمحلي. الباقي متروك، دي بروسيس، دي عملية بتتم جوه المجتمع. لكن طالما لا توجد قواعد، انا ما اقدرش اقول ليه الولايات المتحده فيها حزبين بس، ما اقدرش. ده تطور اجتماعي حكم بكده. ليه بريطانيا فيها حزبين؟ طب ليه اسبانيا فيها 100 حزب؟
طب ايه فرنسا فيها 7-8؟ دي امور ارجو ان احنا نتركها للمجتمعات. المهم مبقاش في قيود لا تشريعيه ولا اجرائيه الى ان تاخذ الاحزاب يعني دورها. وانا بقول لحضرتك بنقى عن الحوار الوطني ان يصل الى نتائج شكليه. لا ليس المستهدف لا حاجه اسمها هامش صوالح الحريات ولا مجرد صور بنحطها مع بعض. لا موضوع اكثر جديه من هذا. دعوه الرئيس جديه جدا واحنا حقيقه اكثر جديه من احنا نجلس مع بعضنا كلنا كده عشان نعمل مشهد هامش. لا المشهد حقيقي واحنا يعني هؤلاء الناس المحترمين كلهم كل واحد وراه سنين طويله بكل تنوعاتهم من السعي اللي حضرتك بتقول عليه. وبالتالي يعني صبر جميل وما فيش حاجه بتتحقق. وانا ضربت الامثله الغربيه والامريكيه وانت عارفاها مش هتحصل بعد الحرب الاهليه في امريكا الا ان نزلنا في نظام ديمقراطي. قعدنا كذا عقد من الزمان لغايه ما الدنيا استقرت وتوحدت البلد. بس اتفضل فضيل الاستاذ استاذ محمد بعدك. انا هرد عليك. محمد سعد مراسل دي ام سي. حضراتكم يا فندم ذكرتم ان من اهم الملفات التي سيتم العمل عليها الملف السياسي. ما هي؟ من اهم من اولويات. اولويات قلت بدانا بالملف السياسي. اولويات ولا قلت اولويات؟ نعم قلت بدانا. اهم او بدايه الملفات يا فندم. اولويات العمل على هذا الملف يعني مش فاهم السؤال. ما هي يا فندم اولويات العمل على هذا الملف السياسي؟ أهم ما ينبثق من هذا الحوار الوطني وكيف يتم تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشكل عام. طيب صحيح. محمد سيد محمد السيد صحفي بجريدة اليوم السابع. عندي سؤالين سيادة النقيب. السؤال الأول متعلق بمدونة السلوك والأخلاقيات. جاء من ضمن المحددات الأخلاقية اللي حددتها مدونة السلوك أن نجاح الحوار الوطني مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه وأنه ليس ساحة للمناظرات يحاول كل شخص إثبات صحة وجهة نظره. عاوزين نعرف من حضرتك إيه المعيار اللي حضرتك تحدد بيه مدى جدية الرؤية دي، الرؤية اللي تم تقديمها. تاني شيء متى ستوجه الدعوة العامة للأحزاب والقوى الوطنية للجلوس على مائدة الحوار الوطني؟ شكرا لحضرتك. شكرا لك. طيب يعني السؤالين كان السؤال الأول بتاع زميلنا العزيز. الحقيقة يعني كل اللي نقدر نعمله بدأنا قسمنا ملف المحور السياسي 3 ملفات والمرة الجاية هنقول جلساتهم امتى ومين اللي هيحضر. هستبق أنا الحوارات بين المتخصصين سواء أنا ومجلس الأمناء ونقول هنخلص وهنعمل كذا. طبعا مستحيل يعني. طول بالك شوية. طول بالك دي عملية معقدة. طول بالك شوية. أستاذ محمد السيد المدونة يعني الحقيقة ما حدش بيضبطها غير أصحابها. يعني أشهد أنه المنسق العام في الجلسة اللي فاتت أو دي لم يحدث أبدا أي تنبيه أو لفت نظر أو إشارة أو إيماءة لأي زميلة أو زميل من الموجودين بالالتزام بالمدونة لأن الناس هي اللي أقرت ما هي ملتزمة به أصلا. ما فيش خروج عنه. لم يحدث ولا توقع أبدا أن يحدث. وبالتالي المعيار ما بيحددوش المنسق. معيار جماعي احنا كلنا بنقدم مع بعض ونشارك مع بعض. وانا بأبدي ثاني يعني سعادتي الشديده بالعمل مع مجموعه من الزميلات والزملاء للمسؤوليه والاحساس بيها. والناس قاعده ساعات طويله هتقعد ساعات اطول وتناقش. واحنا كلفنا زي ما قلت اهو 8 من زملائنا بامور هيعرضوها علينا في المره القادمه. انت سؤال ثاني فكرني. عفوا بص مفيش حاجه اسمها دعوه عامه وخاصه. الدعوه احنا لدينا دلوقتي مقترحات قدمت باسماء جهات منها الاحزاب وبالمناسبه من اقلها الاحزاب احصائيا يعني مش هي العدد الاكبر من الكيانات اللي قدمت اقتراحات. هناخد مثال هيجي من اللجنه اللجان النوعيه اللي اتعمل الفرعيه في ملف الحقوق والحريات العامه. هيطرح مقرر ومقرر مساعد اللي بيديروا اللجنه. والزملاء الموجودين بيعبروا عن اراء وافكار.
من حقهم أن يقترحوا أي شخص متخصص يحضر، سواء بيعبر عن وجهة نظرهم 100% أو 30%. والفكرة أنه مش أي حد حدايات له دعوة، يعني مش محتاج دعوة، لا يوجد حاجة اسمها دعوة بالمعنى المشروع. احنا مش موجودين في حفل يعني مناسبة اجتماعية، لا. وحضرتك لو انت متخصص في موضوع انت هتيجي، مش هتروح موضوع تاني اصلا. ولو انت عضو في حزب مش هيبعتك، بدل ما انت راجل بتاع اقصاد يبعتك تناقش نظام انتخاب، وهو بيفشل نفسه. ده امر لا يقلقني، لان احنا كل الاسماء اللي جات لنا موجوده، وفي كل محور او لجنه او فرع هيتم مغاضبه اصحاب الشأن سواء كانوا افراد او كانت. يلا اللي ورا بقى مش نقربكم. حد يديكم الميكروفون. عمرو عبد الحميد، مراسل قناة الحياة. طبعا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بيهتم بالشباب من خلال دايما حديثه، من خلال مؤتمر الشباب، من خلال حاجات كتيرة. الحوار الوطني هو حوار سياسي، وإحنا دولة شابة، فكتير من الشباب، يمكن في شباب بتشارك، ولكن في كتير من الشباب مش عارف ازاي يوجه نفسه او ازاي ان هو يشارك. هل الحوار الوطني بيسلط الضوء على هذه الجزئية من خلال توصيل الرسائل للشباب، او من خلال استغلال مثلا قدراتهم او شغفهم للمشاركة بشكل عام، وان هم يقولوا رأيهم؟ شكرا. شكرا. اللي وراك اقول له قدامك بقى. اتفضل. يا وراك يا قدامك حد من ورا. اتفضل يا استاذ. رانيا ربيع، موقع مبتدا. سياقا على فكرة الدعوات والأحزاب بشكل عام، حتى الآن الأحزاب ما عندهاش فكرة أنه أنا هروح إمتى أو إزاي أو مواعيد عشان تقدر تجهز أشخاصها أو العدد المتاح. دي نقطة. كتير من الأحزاب بدأت تطلع فكرة أنه في ممثلة للمرأة هتروح وإلى آخره، فهل التمثيل هيكون بالشكل ده؟ هي السؤال تقني شوية. السؤال الآخر منبثق من حديث حضرتك عن التشريعات. حضرتك قلت بعض التشريعات قلنا أنها هتتعدل. شكرا. هل ممكن نعرف أبرز التشريعات اللي مقرر تعديلها أو اللي حضراتكم رصدتوها للتعديل، وهيلحقها مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل أم لا؟ شكرا. شكرا أستاذ. طيب سؤالين بس من الحياة دي بقى، عشان يعني واحد واحد. تفضل يا أستاذ. نورهان خفاجي، موقع صدى البلد. كنت عايزة أسأل حضرتك، هل لدى مجلس الأمناء رؤية واضحة أو محددة حول الأزمات الاقتصادية الطاحنة واللي أصبحت خانقة؟ هل لدى المجلس رؤية واضحة حول هذه الأزمات؟ هجيبها من الرؤية بالاستعانة بالأفكار أو الأطروحات اللي هتقدم لي. عندنا رؤية أصلاً يا فندم؟ هجيب الرؤية منين؟ أنا لسه بدأت الحوار أصلاً. ايوه يا فندم، هل هيكون المجلس الامناء هيخرج بنتائج محدده لرؤيه اقتصاديه لمواجهه الازمات الاقتصاديه الحاليه؟ استاذ احنا طرحنا في البدايه، ويبدو ما كنتش معانا من بدايه المؤتمر. لا مع حضرتك. احنا قلنا في محور اقتصادي بيدرس عشان يطلع منه القضايا اللي هي هتدرس فرعيا. مجلس الامناء يا دوبك حي الله احنا 3-4 اللي بنفهم في الاقتصاد، فما احنا مش دورنا ان احنا نقرر نحدد. يا استاذ هل الحوار واضح مش واضح لحضراتكم؟ المجلس ده بيدير حوار لم يبدا بعد، احنا بننظمه، فما تساليش المجلس ده على رايه في ايه، لان هو لسه لم يطرح الموضوع. سؤالي الثاني لحضرتك والاخير، حضرتك ذكرت وقلت انه لا، ليس لنا عداء مع وسائل الاعلام الاجنبي، حتى من يهاجمونا واننا لن قلت ينتقدون او ينتقدون او يهاجمون نفس ده لا ده مصطلحك انت، انا ليها مصطلحات. اوكي يا فندم. هل حضرتك ذكرت في الوقت نفسه، حضرتك قلت انه ان احنا مش هنرد عليهم، في الوقت نفسه السيد الرئيس بياكد على ان دور الاعلام وانه يقوم بدوره في الدفاع عن او ايضاح الحقائق عن الشارع المصري، ولا يترك الساحه لوسائل الاعلام الغربيه ومواقع التواصل ايضا اللي حضرتك ذكرت، اللي قلت مواقع التواصل مفتوحه امام الجميع، فبرضو لن نترك الساحه لمواقع التواصل واخذ منها المعلومات. بس شكرا. طيب اخر سؤال وانا خلص. انا محمود فايد، موقع تحيا مصر. انا بس هتوقف قدام اللي حضرتك ذكرته فيما يتعلق بالمحور السياسي، وان في القضايا المتعلقه ب مباشرة الحوية السياسية والمحليات وأيضا حقوق الإنسان.
أقف قدام المحليات وحقوق الإنسان. أعتقد الملفين دول تحديدا محسومين في النقاش أو محسومين في الحوار. ما فيش حد مختلف في مصر كلها على أننا لازم نعمل انتخابات المحليات أو لازم يتم إقرار قانون الإدارة المحلية. وأيضا عندنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متوافق عليها وتم طرحها على جميع يعني الدولة طرحتها وتم إعدادها في فترة كبيرة جدا. إذن على ماذا سيكون الحوار؟ هنتحاور على إيه في هذه القضيتين تحديدا يعني؟ النقطة الثانية أنا آسف لإطالة هي متعلقة بتحديدا قانون المحليات والزملاء تطرقوا لي مشروعات قوانين تم إصارتها في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وحضرتك عقبت على الجزئية. الخلاف الأساسي على مشروع القانون تحديداً للإدارة المحلية هو النسب المتعلقة بتمثيل للقوائم وما غير ذلك. الخلاف ده متعلق بالاحتياج إلى تعديلات دستورية وحضرتك ذكرت في المؤتمر الأولاني أننا لن نتطرق إلى أي إجراء متعلق بالتعديلات الدستورية. ماذا لو توافق المتحاورون على فكرة تعديلات دستورية لهذا القانون تحديدا؟ شكرا لحضرتك. شكرا لحضراتكم. هرد على الأسئلة بسرعة. هبدأ بحضرتك أستاذ محمود. النقطة الأخيرة يعني هتحدث مش كمنسق كأيضا متخصص في النظم السياسية 40 سنة بما تشمله من قوانين الانتخابات. حضرتك بتقوله مش بالضرورة هنوصل، بمعنى أنه لن يكون النص الدستوري عائق أمام أي أفكار هتطرح حول النظام الانتخابي في محلي ده بدءا، وبالتالي ده مطروح. النتائج بقى اللي انت بتقولها انت راجل يعني هاوي او محترف في هذا المجال، انت مدعو من دلوقتي لما تنعقد اللجنه بتاعت المحليات تيجي تقول رايك وتطرح افكار التشريعيه هنحتاج ليها انت او غيرك من الزملاء الكل. لكن انا بقول لحضرتك انا ما اقدرش استبق اللي هتوصله اللجنه، وهيوضع في الاعتبار زي ما انت قلت وانا قلت برضو قبلها المشروعات القائمه بما فيها المشروع اللي هو لم يدمج بعد. نعم أستاذي العزيز، يعني النص الدستوري أنا مش بس حافظه، ده احنا اللي واضعينه في لجنة الخمسة، وأعلم جيدا أنه في حلول في النظام الانتخابي كثير، فما تستبقش، احنا مش في اللجنة دلوقتي. صحيح، روح اللجنة واطلب تعديل الدستور لو فشلت في وضع نظام انتخابي، بس لو طلع لك واحد نفع يعمل النظام الانتخابي مع الحصص والنسب يسكت بقى. صحيح، فنتركها للجنه. الامر الثاني حضرتك بتقول حقوق الانسان والمحليات محل اجماع. لا، مين قال ان محل اجماع؟ مين اللي قال؟ محدش قال. في وجهات نظر فيها لابد ان اسمعها جميعا ويتبلور عنها مقترحات تشريعيه وتنفيذيه من الكل، ولولا هذا ولولا شعورنا بهذا ما كناش عملناها معور وعدها. بس هذا رأينا ما قدرش استبق اقول ايه التشريعات هتعدل، ما عنديش قائمة بيها، لا يوجد. الحوار هيفرز ده، هو اللي هيقول هنعدل في القانون الفلاني او نضيف او نبتكر. اخر نقطة استاذة يعني داني بأكد على انه الاعلام الاجنبي مكمل لنا، مفيش ساعات فاضي عشان حد يملاها. سيادة الرئيس امبارح اجابته كانت واضحة لما صاحبي بيكلم على حقوق الانسان ما قالوش لا انت صح ولا انت غلط، قالوا تعال شوف. ده المنهج الوحيد الذي تستطيع ان تظهر الحقيقة فيه، انك تدعي الناس يرون بانفسهم ويناقشوا بانفسهم، واذا اخطأوا مهنيا مش نقدوك سياسيا تقول لهم لا هنا في خطأ مهني. وبالتالي مرة ثانية أنا برحب بحضرتكم جميعا، أشكركم جميعا، وإن شاء الله نراكم في الاجتماع القادم. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا مع حضراتكم هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني في أعقاب جلسته الثانية التي تم خلالها استكمال المناقشات حول الاستعداد لبدء جلسات الحوار بين مختلف القوى السياسية. خلال هذه الجلسة تم وضع أجندة الحوار وموضوعاته الرئيسية وأيضا تحديد اللجان النوعية الرئيسية والفرعية
فرعية من المحاور الثلاثة المعلن عنها، وهي المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. قضايا المحاور السياسية أصبحت جاهزة كما تم الإعلان عنها خلال هذا المؤتمر، وهي تشتمل على ثلاثة قضايا رئيسية، هي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والمحليات وحقوق الإنسان والحريات.